السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة شهد، وإن شاء الله اليوم راح أتكلم لكم عن موقع أنيميكر لإنتاج الأفلام الكرتونية التعليمية. أول شيء راح أروح جوجل كروم، راح أروح فوق وأكتب www.animaker.com مثل ما أنتم شايفين، كهو طلع عليه، أضغط عليه، ننتظر شوية. طبعا ما انتم شايفين هذه هي خلفية البرنامج. هني فوق عندنا لوج ان اللي هو تسجيل الدخول بعد التسجيل، يعني اول شيء لازم اروح سينك اب اللي هو تسجيل جديد ليكون اول مرة حق البرنامج عشان احط فيه ايميلي والباسورد واسمي. أطق عليه مثل ما انتم شايفين طلعت لكم خانات your name، راح أحط اسمي شهد، راح أحط الباسورد، اثنين دوت ايميل، وهني راح احط الباسورد. طبعا هني الباسورد مو شرط انه باسورد الايميل، اي باسورد انت عارفته بس اهم شي تكونين حافظته. راح اكد لهم على الايميل، راح احط سينك اب، ننطر شوية. طبعا هني يقولوا لي ان اكتملت العملية، فالحين اروح لوج ان، طبعا هني لازم مرة ثانية احط ايميلي والباسورد. راح اعيد ايميلي، اثنين والحين راح احط الباسورد، طبعا مثل ما انتم شايفين هني هالكلام معناته انه لازم ادش على ايميلي وافعل اللي هما دازيليا. فهني اروح ايميلي مثل ما انتم شايفين كهوة، اطق عليه هذا الرابط، ادشه، شوفوا هني فوق your account has been activity. فالحين ارد مرة ثانية احط ايميلي كهو موجود، وارد مرة ثانية اكتب الباسورد، بعدين لوج ان. بعد مثل ما شفتوا لوج ان واشتغل معاي البرنامج، وهني طلع اسمي، وهني لير التعليم، وهني ديسك بورد اللي هي اللوحة هذه. وطبعا خلينا نشوف لير شنو فيها. فيها فيديوهات، ننزل شوية، شوفوا هذولي يعلمونا شلون نقدر نستخدم البرنامج. إذا كنتي مستخدمة أول مرة تستخدمين هذا البرنامج أنصحك تدشين لين، تدشون لين تتعلمون شلون تستخدمون البرنامج. طبعا يعطيكم نبذة مثل ما انتم شايفين، لو اطق هني راح يشتغل معاي. بس خلينا نرجع،
فالحين أنا أبي أصنع لي فيديو كرتوني، راح أطق get start، يعني هني نقطة البداية. education تخرج. شوفوا شلون طلعت لنا مجموعة من القوالب، أشكال وأنواع. طبعا أنتوا تختارون القالب اللي أنتوا تبونه. شوفوا في قوالب وايد، هم لو تلاحظون ان القوالب ببلاش. فالحين خلونا نختار قالب. خل اختار هذا القالب الفاضي. طبعا ننتظر الصفحة لما تتحمل، راح تطلع لكم كذي، راح يطلع لكم لودينج ان جار التحميل. ننطر لين ما تشتغل معنا الصفحة. طبعا عقب التحميل اشتغل معنا البرنامج. مثل ما قلت لكم بالبداية في ليرن، وهم راح كل شوي كل ما تسوون شغلة راح تطلع لكم هذه، لو نطق عليها. Hi guys, this is Julie. I'm going to give you a walkthrough on Animaker. الدرس اللي بسويه، وهني عدد الشرايح الفيديو اللي بسويه. مثلا خلينا نقول ابي 3 شرايح، اطق هني. شوفوا لحظه طلعت لي شريحه ثانيه، واطق بعد طلعت لي شريحه ثالثه. وهم في شيء حلو، الحين هذه الشريحه الاولى مثلا خلينا نختار صوره لها، خلينا نختار هذه. ما ادش على شريحه شريحه واختار صورة، لا ابي اكررها، اطق هذه. هذه حق التكرار، يعني شوفوا راحت بالشريحة الاولى والثانية. مثلا سويتي اكثر من 3 شرايح، هنقول سويتي 4 وحابة تمسحين واحدة فيهم، هنطق على هذه، اطق على علامة ديليت. ايش راح يصير؟ انمسحت وصار عندنا 3 شرايح. طبعا مثل ما انتم شايفين فوق حاطين هذه مدة الفيديو. طبعا مدة الفيديو من 2 دقيقة إلى 1 ثانية. طبعا هذه اللي ببلاش، بس اللي تبي اكثر تكون بفلوس. وهم لو تلاحظون في سهمين تحت، واحد لونه أحمر والثاني برتقالي. الأحمر عشان أعرض كل الشرايح اللي أنا سويتها، البرتقالية الشريحة اللي أنا واقفة عليها تشتغل. خلونا الحين نشوف فوق نيو، حق إذا بنسوي فيديو ثاني خلصنا من هالفيديو نطق نيو نسوي فيديو شريحة ثانية. سيف اللي هي نحفظ شغلنا اللي سويناه. طبعا انصحكم اي شيء تسوونه على طول حفظوا عشان ما يروح عليكم الشغل. وهذه قص، اي شيء تبون تسوونه تقصونه. وهذه طبعا مثل ما انتم شايفين نسخ ولصق. خلوني شلون اوضح لكم. مثلا هذه الشريحة اختار لابتوب، كتبتها انزين، هذه هي اللي اخترتها، احط لها كوبي
أروح حق الشريحة الثانية مثلا هذه وأطق بست اللي هي لصق، أطق عليها. شفت شلون طلعت لنا الشاشة مرة ثانية؟ طبعا هذا الأمر تراجع، ما عجبتني أبي أخليها بس حق الشريحة الأولى، أطق عليها وراح يتراجع معاي. طبعا احنا طقينا تراجع، اقدر اطق ارجع، طق مرة ثانية عليها، شوفوا رد لنا هذه تراجع عن الامر وهذه ارجع الامر. طبعا يونت بروجكت معناها اسم المشروع او اسم الفيديو، شنو تبون تكتبونه. طبعا هذا البرنامج ما يدعم اللغة العربية بس اللغة الانجليزية. لو تلاحظون لو غيرت البورد وخليته باللغة العربية ما راح يصير معاي، فتوصل فأكتب مثلا ليلة ليلة الرعب، هني أحط اسم البرنامج الاسم المشروع. طبعا بعد ما كتبت اسم الفيديو اللي أنا أبيه راح أطق برايف، إذا طقيتها راح تعرض لي الفيديو الكامل اللي أنا سويته. بعد الانتهاء أطق هذه وأشوف شكل الشرايح الفيديو اللي أنا سويتها. طبعا هني خلنا نشوف، هني راح تطلع لنا شخصيات. هذه هني شخصيات وهني الصور اللي تبين تحطينهم، تقدرين بعد مو شرط صورة انتي ترسمين، مو عجبتك الصور انتي تسوين الشريحة بالألوان اللي تعجبك. وهمن عندنا مثل ما قلنا إذا أنت حابة تلونين الخلفية اللي تتبينها، بس أنا بخلي الخلفية هذه. وهني لو طقينا على هذه في صور، شوفوا فوق هني لو نضغط عليها عندنا 2D وهذه وهذه، يعني هذه 2D يعني صور متحركة وهذه صور ثابتة. نصعد هني مثلا اختار هذه، لاحظوا صورة متحركة، وتلاحظون هني باللون الابيض وهني باللون الاخضر ان هذه بفلوس، وهمن بالصور نفس السالفة. اختار الصورة اللي ابيها، خل اختار الماوس، انا اخترت الماوس بس ما اقدر احطها لان الماوس بفلوس، فاخترت هذا المكتب. شوفوا شلون شكلها، بس لو اخليها على شكل يد نختار هذه مجسم على شكل يد، ايش راح يصير؟ شلون شكلها راح يتغير؟ بس ننطر شوية. راح اختار نفسها، شوف شلون، شفت شلون شكلها تغير، شفت شلون مثل ما قلنا شكلها تغير اذا كان 2D واذا كان هاند كرافت. نروح حق الكتابة. مثلا خلص من الشريحة، اروح الشريحة الاولى، بكتب بالشريحة الاولى، اختار الشكل اللي انا ابي، مثلا اختار هذه، شوف ايش طلع لي، تب يور تكست هير، يعني اكتب كلامك هني، فاطق عليه وابلش